السجن من سنة إلى خمس سنوات بغرامة من 1200 إلى 20,000 درهم في حق كل من ساهم في أعمال عنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية. السجن من 3 أشهر إلى 2 سنوات بغرامة من 1200 إلى 10,000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حق كل من قام بأعمال عنف في أماكن عمومية وتسبب في ضرب أو الجرح. السجن من 2 شهر إلى 3 أشهر بغرامة مالية من 1200 إلى 5,000 درهم في حق كل من حاول اغتيال محطة الميدان. خلص بعد الحب بعد راس السين طابو في ديا من دعيد وفي كسين يا فاي فاي وبلس يا دفلك اسمح لي يا الشافة دك حسري باش اطلع حضر المطال تاوخر كل بريسين كاميرا شالة والبسطر كل في زين يا صور صور من لازم نشوف دي موتي عندكم سيئة حضر المطال تاوخر كل بريسين كاميرا شالة والبسطر كل في زين يا صور صور من لازم نشوف دي موضي عندكم سيئة حضر المطال تاوخر كل بريسين كاميرا شالة والبسطر كل في زين يا صور صور من لازم نشوف دي موتي عندكم سياسة جفوف